هنا نجي نسوي بعض الاختبارات. المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى سواء كانت linear أو non-linear. الاختبار الأول لإيجاد الحل الواي هو اختبار التكامل، إنه separable، يعني نقدر نعزل ما يخص الإكس بجهة وما يخص الواي بجهة ثانية. هنا معناته مثلا t هو نفس الاكس، معناتهم independent مستقلين، اما الواي هو اللي يعتمد عليهم الواي function. فهذا الاختبار الاول هو تكامل. الاختبار الثاني انه اذا كانت ما تقدر تكاملها فتسوي اختبار ثاني على أن يكون الترتيب ترتيب عندك بهذا الشكل. شوف المعادلة التفاضلية إذا تشبه هاي الصيغة فسوي له الاختبار هذا. فهنا أنا dt dy dx dy دائما أي شيء ويا dy هو الـ q، وأي شيء ويا dt أو dx هو الـ p. فالاختبار بالعكس، ال P ويا ال Y partial، بعدين ال Q ويا ال T. إذا متساويين معناته تقدر تحل بهذا الصيغة، تقدر توجد الحل العام من خلال ال U. ال U راح يساوي ال P DT، وال U نفسها تساوي ال Q DY. فمن تكامل راح يطلع لك ال Y، هاي نسميها exact. إذا لا، إذا هذا الاختبار ما تحقق فلا هي تقبل التكامل ولا هي exact، فالقانون اللي حنطبقه طبق هذا القانون، إنه إيجاد الـ integrating factor f اللي هو exponential partial p over partial y minus partial q على t. فنفسه هو هذا الشرط ما متساوي أطرحه وأقسم على ال q، q هاي بعدين أكاملها بالنسبة إلى ال dt أو ال dx، وأخليها زاوية لل exponential. من أوجدت أنا ال integrating factor، هو اسمه integrating factor، يعني المعادلات التفاضلية ما تقبل التكامل يسويها قابلة للتكامل. تفهمني شلون؟ نفس هذا المصطلح هسه integrating factor راح أخليه لل Bernoulli equation. Bernoulli equations أو linear equations لازم عندي بهاي الصيغة، إنه عندي هنا الكوفيشنت variable، وعندي ال non-homogeneous part أيضا variable. من أخذ integrating factor إلها راح أخذ لل bx أو لل bt. هنا ننتبه هذا يفرق عن هذا، هذا ما يخص البرنولي، هذا ما يخص non-exact، بس اثنيناتهم نفس الفكرة، انه integrating factor اضربه بالمعادلة التفاضلية يحول ليها الى معادلة قابلة للتكامل، ومن خلالها اقدر اوجد ال y. بس ال y تريد تحفظ هذا القانون، او تريد من تضرب ال integrating factor بالمعادلة التفاضلية يطلع لك شيء قابل للتكامل، يعني تقدر تهمل هذا القانون بس اخذ ال integrating factor. هذا المهم. نيجي هنا عندنا بعض ال بعض الأمثلة. طبعا أمثلة هاي يعني من الكتاب بسيطة، الغاية من عدها انه بس نفهم الفكرة. المثال الأول نعطيك هاي المعادلة التفاضلية، يريد الجي الجنرال سوليوشن،
أول شيء اختبار تسويه إنه قابل للتكامل، شلون تنقل هذا لهذا الطرف، راح يصير y برايم equals minus 36x. ما زال الـ x انعزل بالجهة الثانية والـ y من جهة، فتقدر تاخذ الانتجريشن للطرفين. يعني هنا أنا قابلة للتكامل separable، ناخذ التكامل للطرفين، تكامل الـ y dy وتكامل الـ x dx. تكامل الـ y y تربيع، أتخلص من التربيع أخذ الجذر للطرف الثاني. تكامل الـ x x تربيع و36 تبقى بيها، طبعا على 2 هنا وهنا على 2 تروح، يروح يعني بالاختصار، ويبقى الـ c هو ثابت باعتبار انه نريد الجنرال سولوشن. نفس الحالة هنا، هنا بس الفكرة انه دا نعطيك initial conditions للدوائر المثلثية trigonometric functions. فانت الواي هنا من جهة تقدر تسويها مقام لهذا الحد، تخليها ويا الواي برايم، والكوشاين تربيع اكس تقدر تنقلها تسويها مقام لهذا الحد وتخليها ويا دي اكس وتكامل. فتكامل الواحد على ساين تربيع واي هو الكوتاين، تكامل الواحد على كوش تربيع اكس هو التان اتش او التانج. ما زال هذا ما تسوي له تكامل الطرفين، راح يطلع لي الواي، راح يطلع لي جنرال سولوشن جي اس. من اعوض الاكس صفر بالجنرال سولوشن، الواي راح يساوي هاف اوف باي، باي على 2، راح يطلع لي البارتيكولر سولوشن. اذا هذا مباشر ستريت فورورد، ما بي اي فكر، ما بي اي تريك. من يعطيني بهيج السؤال، يعني هو ده يعطيني فد ايحاء انديكيشن انه اختبر ال بي واختبر الكيو، لان دي صفطها هالشكل، دي واي مقسمه هنا والدي اكس هنا. فاحنا تعلمنا اي شيء يخص الدي اكس هو شنو بي، بس لا انسى ارجع هذا للاصل، وهذا نفس الشيء. نرجع للأصل، فالبي اللي يخص الدي اكس هذا، والواي اللي يخص الكيو اللي يخص الدي واي هو هذا. اسوي الشرط عندي زين، واحد يقول ليش ما نختبر انه اقدر اكاملها، يعني اذا انقل الدي واي من جهة راح يصير وياها الاكس، واضح؟ وإذا أقول الـ يعني أساويها بالصفر، يعني أشيل الـ exponential x تربيع، هنا أنا الـ x تربيع ممكن ما تساوي صفر، تعتمد على قيمة الـ x، ما أقدر أتخلص من الـ exponential x تربيع. وهنا عندي ويا dx y، فمن أريدك يعني أكاملها ممكن بالفرضيات أو ممكن لا، فهي not separable، فأروح على الطريقة الأخرى، هي طريقة الإكزاكت. من عندي P ومن عندي Q أشوف هذا الشرط يتحقق أو لا. البارشال derivative of P over partial derivative of Y لازم equals to partial derivative of q over partial derivative of x. فمن اشتق ال p هاي المعادلة اشتقها الى ال y، راح يطلع لي 2x x exponential x تربيع هو ثابت. وهنا من اشتقها بالنسبة لل x ال q exponential x تربيع تبقى نفس الزاوية، بس مشتقة الزاوية 2x. فراح اشوف الشط هذا تحقق، يعني هذا يساوي هذا،
إن هذا يساوي هذا، أروح على القانون، قانون اليو، اليو البي ويا الدي اكس والكيو ويا الدي واي، أما هاي الاف واي والجي اكس هاي مجرد ثوابت. فأكتب القوانين كما هي وأكاملها، يعني أعوض عن البي بما يساويها والكيو بما يساويها وأكاملها، راح يطلع لي التشابهات هذين الحدود الأولى، فأختار واحد من عندهم، أختار واحد من عندهم هنا وأعوض عن الاف واي والجي اكس، أعوض عن نفسي. فهنا أنا غير صريح implicit عن الواي وينها، ما معزولة بشكل عام، فأسوي لها explicit، أعزلها، هيطلع لي هذا general solution بدلالة السي. إذا عندي ال initial condition أعوضه ويطلع لي particular solution. فمثل ما يعني عرفنا أكو separable وأكو exact وأكو integrating factor، قانون إله. والطريقة الرابعة أنه إذا أدي المعادلة التفاضلية تشبه، أسوي ماتش معادلة بيرنولي، فهم عندي قانون لها. فإذا تشوف شباب أنه أربع طرق هاي لحل المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى، يعني واي برايم. أكو طريقة هي in between، يعني شنو أنه أسوي لها ريدكشن، يسموها ريدكشن، هي مو سيبرابل بالبداية، بس من أسوي لها ريدكشن تو سيبرابل عن طريق الفرضية. أفرض إن ال V تساوي Y كذا، فراح تتحول لي من معادلة تفاضلية غير قابلة للتكامل إلى معادلة تفاضلية سيبرابل قابلة للتكامل. فهي أما يسموها طريقة، يسموها طريقة السبستيوشن أو طريقة الريدكشن. ذني طرق يعني المشهورة لحل المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى analytically، بشكل تحليلي مو بشكل عددي. هنا نكتب لك ملاحظات. يعني أقول لك اللينير، معادلات اللينير ما عندنا بيها إشكال، ممكن إيجاد إلها يونيك سوليوشن، حل موحد وواحد ما يقبل الخطأ، بس عندنا الإشكال بالنا لينير، وايد نأكد عليها لأن معادلاتنا بالهندسة يعني أغلبها نون لينير، فلهذا ممكن نطلع حل موجب وسالب، يا هو اللي ناخذه، هذا يعتمد على الحدث الهندسي عندك. ممكن many solutions مثل series، عندنا كذا حد من ال solution، الحد شنو نسوي له cut off، أو ممكن إنه الحد يكون تريفيال، مثلا الواي يساوي صفر، واحنا نعرف بالفيزياء إنه مثلا الواي لازم مو صفر. فنان لينير شوية تركي، نان لينير، فإذا اختبرناه هي نان إكزاكت ونان سيبرابل وانتجريتنج فاكتور ما نقدر نعوضها، فنلجأ دائما إلى النيوميريكال ميثود. هاي الملاحظات اللي كاتبيها هنا. أما ما يخص الماتلاب، مثل ما قلنا ذني الكودات نخليهن نحفظهن لحد ما نطبقن على الحاسبة. فعندنا يعني عند هاي النقطة انتهى موضوع الـ first order differential equation.